بؤرة توتر جديدة في القرن الإفريقي توشك على الانفجار. اتفاق إثيوبيا وأقليم أرض الصومال الانفصالي لتأمين منفذ مباشر على البحر الأحمر يثير حفيظات الجيران وتحذيرات من الارتدادات الجيوسياسية والاقتصادية لهذه الخطوة وتأثيرها في العلاقات بين دول القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر وخليج عدن. أهلا بكم إلى برنامج الرابط. إذن إثيوبيا تصل قريبا للبحر الأحمر عبر أقليم أرض الصومال وسط إدانات من الصومال وجيبوتي للخطط الأثيوبية. وفي هذا نتساءل، هل يهدد طموح أديس أبابا للوصول إلى البحر الأحمر بحرب في منطقة القرن الإفريقي؟ وكيف يؤثر حصول إثيوبيا على منفذ على البحر الأحمر في تغير موازين القوى الاقتصادية؟ وصول إثيوبيا إلى البحر الأحمر أيقظ صراعاً تزداد سخونته يوماً بعد يوم، خصوصاً بعد أن أبرمت إثيوبيا اتفاقاً بداية العام الحالي لتأمين المرور المباشر إلى البحر الأحمر عبر أرض الصومال، وهو الأمر الذي أشعل غضب الصومال ودول المنطقة التي اعتبرته تهديداً لمصالحها. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. منذ عام 1993 ظلت إثيوبيا دون منفذ بحري معتمدة على موانئ جيرانها، وذلك عندما نالت إريتريا استقلالها بعد حرب دامت 3 عقود. لكن رئيس الوزراء أبي أحمد وضع استعادة الوصول إلى المحيط كهدف استراتيجي رئيس للبلاد، محذرا من أن الفشل في تحقيق ذلك الهدف سيؤدي إلى صراع، الأمر الذي أثار غضب 3 دول هي الصومال وإريتريا وجيبوتي، التي ذكرت أنها ستعارض أي محاولة للتعدي على أراضيها، مما دفع أبي أحمد إلى التراجع عن تصريحاته. لكن الأمر لم ينتهي هنا. قصة الصراع بين إثيوبيا والصومال على سواحل البحر الأحمر الذي يشكل منطقة ذات أهمية اقتصادية كبيرة على مستوى العالم، حيث يعتبر ممر للنفط وعمليات تجارية عملاقة. بدأت القصة بعد أن توصلت إثيوبيا إلى اتفاق بداية العام الحالي لتأمين المرور المباشر إلى البحر الأحمر عبر أرض الصومال، وهي منطقة انفصالية شبه مستقلة عن الصومال، فشلت في الحصول على الاعتراف الدولي، الأمر الذي أشعل غضبا في مقديشو التي اعتبرت هذا تهديدا لمصالحها. ينص الاتفاق على أن تتمكن إثيوبيا من الوصول إلى باب المندب في خليج عدن عبر ممر ستستأجره من أرض الصومال لمدة 50 عاما، ويمكن إثيوبيا من إنشاء قاعدة عسكرية ومنشآت تجارية هناك مقابل حصول أرض الصومال على حصة غير محددة من الخطوط الجوية الإثيوبية، فيما قال رئيسها إن إثيوبيا ستعترف بها رسميا ببلاده دولة ذات سيادة. في المقابل وبعد إبرام الاتفاق، ردت الصومال بطرد السفير الإثيوبي وأغلقت قنصليات جارتها واستدعت مبعوثها من أديس أبابا، وهددت بتوبيخ الشركات التي تتعامل مع أرض الصومال كدولة مستقلة. الصومال تعتبر أرض الصومال جزءا من أراضيها، وتقول إنها لا تستطيع التفاوض بشكل مستقل ولا إبرام الاتفاقية الدولية بمفردها، لذا فإن ذلك الاتفاق يعتبر بالنسبة لحكومة الصومال تعديا على سيادتها وسلامة أراضيها وتهديد مباشر لمواردها البحرية. المعارضة لم تقتصر على حكومة الصومال، بل عارضت الصفقة أيضا حركة الشباب التي تسيطر على أجزاء من الصومال وتهدف إلى الإطاحة بالحكومة. كما أنه في حال نجحت إثيوبيا في الحصول على الوصول البحري عبر أرض الصومال، فقد تخسر دولا مثل جيبوتي كانت إثيوبيا تعتمد على أراضيها للوصول إلى المحيط. قبل الدخول في النقاش أذكركم بسؤالي الحلقة لليلة، هل يهدد طموح أديس أبابا للوصول إلى البحر الأحمر بحرب في منطقة القرن الإفريقي؟ وكيف يؤثر حصول إثيوبيا على منفذ على البحر الأحمر في تغير موازين القوى الاقتصادية؟ نناقش هذا الموضوع مع ضيوفنا من أديس أبابا السيد عبد الشكور عبد الصمد الكاتب والباحث السياسي، من القاهرة اللواء محمد عبد الواحد خبير الأمن القومي والشؤون الإفريقية، ومن مقديشو عبد الله راجي المحرر العام لمركز هرجيسة للدراسات والبحوث. أهلا وسهلا بكم جميعا. أبدأ معك أستاذ عبد الله، بداية لماذا الحديث عن قانونية هذا الاتفاق؟ ما إذا كانت هذه الاتفاقية قانونية
ونحن نعرف أن اتفاقية الأمم المتحدة تضمن، وهو حق محفوظ للدول الحبيسة، حق الوصول إلى البحر والعبور إليه. شكرا على السؤال الأخت الفاضلة. هذا سؤال الموضوع الحديث عن قانونية الاتفاق بين إدارة أبي أحمد في إثيوبيا وإدارة موسى بيحيى أحمد في إقليم الشمالي الصومالي المسمى صوماليلان الانفصالي عن الحكومة الفيدرالية. هذا السؤال أو هذه المعلومة مضللة. كيف مضللة؟ الاتفاق بين أدس أبابا وهرقيسة اتفاق غير متكافئ. أدس أبابا الدولة الإثيوبية الدولة ذات سيادة معترف بها، عضو في الأمم المتحدة. صوماليلان إقليم انفصالي، أعلن انفصاله عن الصومال سنة 91 وإلى الآن لم يحصل على الاعتراف الدولي ولا يتمتع بصفة قانونية للدولة. لذلك لا يمكن أن تدخل دولة في اتفاق قانوني وساري المفعول مع إقليم. هذا من جهة. ثاني الجهة الثانية أن الجمهورية الإثيوبية الدولة الإثيوبية تحصل على الحق المضمون في القانون الدولي الذي هو وصول إلى البحر، يعني الاستيراد أو تصدير. الدولة الإثيوبية تستخدم موانئ شرق إفريقيا، موانئ قرن الإفريقي بشكل كامل، ولا أحد يقف أمام إثيوبيا والبحر. مثلاً إثيوبيا تستخدم موانئ دولة جيبوتي وهي دولة جارة لإثيوبيا والصومال. صحيح. وتستخدم موانئ الصومالية في الشمال باسم ميناء بربرة، وهو ميناء تحت إدارة أو سيادة الصومال، لكن تحت إدارة إقليم الانفصالي في شمال الصومال. وأيضا بإمكانه استخدام موانئ كثيرة في الصومال في الشمال وفي الشرق وفي الجنوب، وكذلك بإمكانه استخدام موانئ في كينيا واستخدام موانئ في السودان وموانئ في إريتريا. فليس هناك عائق بين إثيوبيا وبين وصول إلى البحر الأحمر ولا أو البحر المحيط. طيب دعني أطرح هذا السؤال على السيد عبد الشكور عبد الصمد. ما تسميه إثيوبيا أستاذ عبد الشكور بالحق التاريخي أي الوصول إلى البحر، كيف سيخدم إثيوبيا والاقتصاد الإثيوبي وكيف سيزيد من قدرة الدولة التنافسية في التجارة العالمية؟ تحياتي لك أستاذ الفاضلة، وأهلا بضيفيك الكريمين وبمشاهديكم الكرام. في الواقع يعني هو اختيار إثيوبيا كما أشار الأستاذ عبد الله، فعلا إثيوبيا عندها عقود موقعة مع السودان لاستخدام ميناء بور السودان، عندها أيضا وبتستخدم فعلا الآن عمليا ميناء لامو في كينيا، وبنفس القدر أيضا ميناء جيبوتي، ويعني وهناك أيضا حتى اتفاق مع إريتريا، إلا أن في آخر المراحل حقيقة يعني لأسباب سياسية مختلفة توقف هذا الاتفاق. ولكن ميزة بالذات ميناءين، ثلاثة موانئ والأحرى ميناء عصب في إريتريا، ميناء جيبوتي وميناء بربرة، هذين الثلاثة الموانئ هذه لها حقيقة ميزة تفضيلية باعتبارها أقرب وباعتبارها أيضا يعني الطرق فيها أسرع والخدمات اللوجستية فيها أيضا حقيقة أفضل من الموانئ الأخرى. ميناء بور السودان بعيد، ربما هو ممكن سيخدم الغرب والشمال الأثيوبي، ونفس أيضا ميناء مصوى سيخدم الشمال الأثيوبي، وميناء لامو سيخدم الجنوب والجنوب الغربي، وبينما موانئ الصومال الأخرى بالذات ميناء كسمايو ومقديش والموانئ التي في الجنوب وفي الشرق بعيدا نسبيا، وأيضا حقيقة لا تتمتع بذاك القدر من الاستقرار، وأيضا حتى النواحي الأمنية هناك فيها إشكالات، وتوافر أيضا حتى طرق شبكة الطرق في موانئ في ميناء جيبوتي وبربرة أفضل بكثير من الموانئ الأخرى. هذه اعتبارات. الاعتبار الآخر أيضا والمهم الذي يجب أن يؤخذ في الاعتبار، باعتبار أنه حقيقة عندما تكون هناك موانئ يعني يتم يكون فيها خدمات فقط تكلفتها أعلى بكثير، يعني استخدام إثيوبيا تقريبا فوق 90% من واردات وصادرات إثيوبيا تتم عبر ميناء جيبوتي، لكنها صحيح. تكلفتها حقيقة عالية، يعني في صحيح. 2022 يعني ما حصلت عليه يعني جيبوتي من خدمات الميناء لإثيوبيا يتجاوز الـ 4 مليار دولار.
في ذاك الوقت، وربما يعني جزء كبير من صادرات اثيوبيا ومن العمله الصعبه لاثيوبيا يعني يكون يعني يتم صرفه كاستخدام لميناء جيبوتي. لهذا الاعتبار، لهذه الاعتبارات واعتبارات اخرى ايضا، حقيقه اثيوبيا تتطلع ان يكون هناك ميناء يعني تستخدمها بصوره مباشره، وهذا لسهوله الوصول اليه ولكي تختصر من الكلفه العاليه. دعني اطرح هذا السؤال على حضره اللواء محمد من القاهره، بعيدا عن هذه الاعتبارات اللوجستيه التي ذكرها ضيفنا الكريم والاعتبارات الامنيه والتكلفه، هل برايك يمكن ان تتمسك اثيوبيا بهذا الاتفاق رغم الضغوط لكي تستفيد من حاله الفوضى في السياسه الدوليه الحاليه التي يسعى فيها الجميع ليعني نوع من اعاده تموضع قبل نهاية هذه التقلبات؟ أهلا بحضرتك وأهلا بضيوفك الكرام وأهلا بمشاهدينك الكرام، وبشكرك على هذا السؤال. الحقيقة منذ التوقيع على مذكرة التفاهم في يناير الماضي والمنطقة دخل في حالة توتر شديد. الإشكالية لها ثلاث أبعاد الحقيقة. إشكالية داخل الصومال ما بين الدولة المركزية في مقديشو وما بين ما يسمى بصومالي لاند، لأن دولة تريد الانفصال عن الدولة الأم وتعقد اتفاقيات ثنائية دون الرجوع إلى الدولة الأم أو دون الرجوع إلى مقديشو، ده بيؤثر على سيادة الدولة. والشق الثاني وهو دولة جارة تريد أن تعقد اتفاقات مع إقليم يريد الانفصال، وبالتالي بيهدد الأمن القومي الصومالي، لا سيما وأن طموحات إثيوبيا منذ مجيء رئيس الوزراء أبي أحمد وهو يتحدث عن استراتيجيات الوصول إلى البحر الأحمر ووضع كذا خطة للوصول سواء من بور سودان أو لامو في كينيا أو جيبوتي أو من صحيح خلال تحدثنا عن هذا بربرة. الموضوع في البداية يعني عن هذا الحق التاريخي الذي تحدث عنه مطولا وقال سنحصل عليه في يعني بالطرق السلمية أو بطرق غير السلمية، لكن يعني وسنأتي على هذا الموضوع لاحقا، لكن هل تعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لإثيوبيا للتمسك بهذا الاتفاق حضرة لواء؟ هذا التصريح نفسه في قاعدة عسكرية ووصول إلى البحر الأحمر حفيظة. نعم لا طبعا، هذا يعني عايز دعيني أقول أن صومالي لاند بلد غير مأهولة حتى الآن، لأن للاعتراف بها هي انفصلت عن الصومال في عام 91 ولم تعترف بها أي من المجموعة الدولية سواء الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي، وبالتالي عقد صفقة من هذا النوع بيعطيها حق ممارسة السيادة. حق ممارسة السيادة بمعنى أنها تستطيع أن تذهب إلى الأمم المتحدة وتطلب أن تكون عضو في الأمم المتحدة، وبالتالي هتفتح الباب على مصراعيه لدول عديدة للاعتراف بهذا الإقليم. اثنين، هي منطقة جاذبة جيوسياسيا للدول الكبرى، وبالتالي ربما برضو تفتح الباب لعدد من القواعد الأجنبية في هذه المنطقة، لا سيما أنها لديها موقع استراتيجي أكثر من متميز. كمان أنا بشجع حالات الانفصال في الإقليم، لا سيما وأن هناك الإقليم كله بيشهد نزعة انفصالية عالية. حال حضرة اللواء سأعود إلى يعني سواء في السودان موضوع الاعتراف بصومالي لاند، صحيح سأعود إلى موضوع الاعتراف وكيف سيتعامل المجتمع الدولي مع هذه الاتفاقية ومع نتائج هذه الاتفاقية، وهو لم يعترف أصلا بهذه الدولة كدولة لديها السيادة التي ذكرت. دعني أسأل السيد عبد الله، هل يمكن أن تلجأ الصومال إلى توقيع معاهدة دفاع مشترك مثلا مع دول المنطقة، أن تستغل غضب الدول المجاورة لكي توقف مفاعيل هذه الاتفاقية؟ هل يمكن أن يخرج الوضع عن السيطرة في هذه الحالة؟ لا أعتقد أن الوضع سيخرج عن السيطرة إلا إذا تهورت إدارة أبي أحمد في إثيوبيا وحاولت أن تخوض حربا عسكرية على الصومال، أو اجتاحت شمال الصومال لتسيطر على أجزاء من الصومال وتقتطع منه ميناء سيلع التاريخي أو ميناء لوكهيا التاريخي. إلا إذا ما أقدمت الإدارة الإثيوبية على هذه الخطوة لا أعتقد أن أمورها تخرج عن السيطرة. أما بالنسبة للاتفاقيات العسكرية ذكرى التفاهم العسكري بين الصومال وبين
اغلبيه الدول المنطقه هذه حق سيادي للصومال، والصومال اصلا تخوض معركه تحرير البلاد من الارهاب، وهي بحاجه الى التعاون العسكري العالمي والاقليمي في هذا المجال. لكني اريد ان اصحح نقطتين وردت في حديث الضيوف الكرام. اولا بما يخص الانفصال، المنطقه القرن الافريقي بما فيها اثيوبيا تعاني من حروب اهليه طاحنه طويله، ولا احد في هذه المنطقه يشجع انفصال دوله عن دوله الا عبر القانون الدولي، بحكم ان كل الدول الاقليم تعاني من حركات انفصال لها جذور تاريخيه. مثلا في اثيوبيا تقريبا 10 الى 8 اقاليم يحلمون بالانفصال عن الامبراطوريه الاثيوبيه التي اصلا اسست على توسع عسكري واستيطاني قريب جدا من النمط الاوروبي القديم. فمساله الانفصال في القرن الافريقي ليست مساله بسيطه يمكن لاحد ما ان يضعها على الطاوله بشكل سهل، وهي صيف ذات حدين. الصومال دولة لها وحدة قومية ودينية وعرقية، لا تعاني من اختلافات قومية ودينية وعرقية وطائفية، لكن دول الجوار وأولهم إثيوبيا تعاني من هذه المشكلة. هذه ناحية. الناحية الثانية، دولة إثيوبيا لا تعاني من حرمان من الوصول إلى البحر. الدولة الإثيوبية، الحكومة الإثيوبية تبحث عن منطقة تسيطر عليها، تجتاحها النكسيشن. الدولة الإثيوبية تبحث عن منطقة تتوسع فيها لتصل إلى. دعني أطرح هذا السؤال على أستاذ عبد الشكور حول المخاوف من أن تصل إثيوبيا. هناك مخاوف أستاذ عبد الشكور من أن تصل إثيوبيا إلى قناة السويس. واضح الكريم، المسألة الحقيقية هي مسألة خوف الصومال من اجتياح إثيوبيا لبعض من أجزائه واقتطاعه وحصول إثيوبيا على ميناء وأرض تعتبر تقريبا يعني حسبت في من ذكرات الإثيوبية. نعم، وصلت الفكرة. واضحة أستاذ عبد، وقاعدة عسكرية على البحر الأحمر، هذا هو أساس المشكلة. لكن مسألة الوصول إلى البحر والتجارة هذا مضمون في القانون الدولي، هذا مضمون في سياسة الصومالية وفي جيبوتي وأيضا في كينيا والسودان. لا أحد يمنع إثيوبيا من الوصول إلى البحر التجارية. واضح أستاذ عبد الله، يبدو أنك لم تكن تسمعني. سأطرح هذا السؤال على أستاذ عبد الشكور. هناك مخاوف إذن من أن تصل إثيوبيا إلى قناة السويس، المضيق المسؤول عن تدفق حركة الشحن العالمي. برأيك ما هي أساسات هذه المخاوف، ومن المتضرر من وصول إثيوبيا إلى هذه القناة؟ هو حقيقة هو مجموعة قضايا، يعني الأستاذ عبد الله وضيفك أيضا من القاهرة أثارها كان حقيقة تستحق الوقوف عندها. يعني أعتقد أثيوبيا لو كانت عندها رغبة للتوسع، يعني كانت في يعني في فترة ضعف الدولة الصومالية قبل يعني عقدين من الزمن، كانت الدولة الأثيوبية كانت في أفضل حالاتها، وكان ممكن حقيقة كان بالإمكان أن تقوم بهكذا خطوة، لكن لم تفعل هذا إلا عندما رأت الآن الدولة الصومالية بدأت تستعيد عافيتها وطلبت هذا الأمر. أنا في نقطة مهمة جدا، القضية ليست ما بين أثيوبيا والصومال، القضية ما بين الصومال وأرض الصومال. هنا الخلاف الرئيسي. يعني أعتقد وأثيوبيا سعت للإصلاح ما بين الطرفين، أنا دائما أكرر على هذه النقطة لأن هي النقطة المهمة التي يجب التركيز عليها. أثيوبيا سعت مرارا وتكرارا للإصلاح ما بين الصومال وأرض الصومال، وأكثر من 4 جولات في هذا الاتجاه، لكن لم تفلح الجهود الأثيوبية لتحقيق الهدف المنشود. فيما يرجع يتعلق بسؤالك السادة الفاضلة، أعتقد هناك أطراف لا ترغب أن يكون لأثيوبيا موضع قدم على البحر، وربما يعني كما يعني ورد في تقريركم أريتريا غضبت، ومصر أيضا تعترض وترفض وتريد أن يكون لها يعني وجود في أرض الصومال وفي الصومال حتى تمنع وصول أثيوبيا إلى. طيب دعني أطرح نفس السؤال على حضرة لواء من القاهرة، يعني تحدثنا عن المخاوف، وهذا هو الذي يجعل المنطقة لا تستقر. نعم، أستاذي بس تحدثنا إذن وهذا الذي يجعل المنطقة سؤال. لا تستقر. تحدثنا حضرة اللواء عن مخاوف من أن تصل إثيوبيا إلى قناة السويس، المضيق المسؤول عن تدفق حركة الشحن العالمي.
ما هي هذه المخاوف؟ ما هي أساساتها؟ وهل من هامش للتحرك المصري كونها هي الدولة التي تدير القناة بنهاية المطاف؟ أولا، إثيوبيا كان لديها منافذ من قبل 93 على البحر الأحمر، وكان لديها ميناء عصب وميناء مصوع، وهي كانت يعني الحقيقة لا تفعل ولم تفعل أي تهديدات للمنطقة. ولكن خلال القرنين أو العقدين السابقين اتضح أن إثيوبيا بقى لها مواقف عدائية مع كل دول الجوار، والدليل واضح، يعني مواقف عدائية معظمها مواقف حدودية، مواقف عدائية مع السودان على إقليم الفشقة، مواقف عدائية مع السودان ومصر على مياه النيل، مواقف عدائية مع إريتريا على منطقة بدمي، مواقف عدائية مع جيبوتي على المنطقة المتنازع عليها، مواقف عدائية مع الصومال على إقليم الأوغادين، وتشجيع إقليم يريد الانفصال في الشمال، وهو ما يسبب كارثة كبيرة ويحرم الصومال الأم من موقع استراتيجي مهم للغاية. مواقفها في مفاوضات مية النيل ومفاوضات تستمر لأكثر من 12 عام دون التوصل في النهاية إلى حل يضمن حق تاريخي لانسياب مية النيل لمصر والسودان. إذن هنا السلوك سلوك عدائي، طموح إثيوبيا بالتالي يؤثر، ربما عندما تتواجد على في منطقة سومالي لاند أو في أي منطقة في ظل وجود تنافس دولي وإقليمي على هذه المنطقة، هناك تخوف من تحالفات إثيوبية مع بعض الدول الإقليمية أو الدول الدولية لزعزعة الاستقرار في هذه المنطقة. نعلم تماما أن منطقة القرن الإفريقي بتشهد تفاعلات شديدة التأثير قد تؤدي إلى عدم استقرار خلال الفترة القادمة، وكل الدراسات تؤكد أن هذه المنطقة، منطقة القرن الإفريقي بمفهومها السياسي، يعني تشمل الصومال وجيبوتي وإريتريا وإثيوبيا والسودان وكينيا، كلها بتعاني، وكلها تعاني في الداخل، حرب في السودان، حرب في السودان كانت تؤدي إلى انفصال السودان شرق وغرب، حرب في إثيوبيا مع جبهة تحرير الأورومو ومع الأمهرة ومع التجراي من قبل، حرب ما بين الدول بسبب الحروب، أنظمة سياسية الحقيقة معقدة للغاية، حالة فقر شديد، انتشار بطالة وظروف اقتصادية صعبة قد تساعد على انتشار الإرهاب والجريمة المنظمة. إذن تداعيات حالة عدم الاستقرار بتنذر الجميع أن المنطقة تدخل في مرحلة شديدة الخطورة. من حيث انتهيت حضرة لواء، سنبدأ بعد الفاصل، سنتحدث تحديدا عن موقف المجتمع الدولي من هذه الاتفاقية ومن المرور، حق المرور إلى البحر الأحمر، وسنتحدث أيضا عن الوضع الأمني وعن التبعات الاقتصادية. حلقة الرابط مستمرة، فاصل قصير ونعود إليكم. عودة إلى حلقة الرابط مشاهدينا، والحديث عن الاتفاقية التي وقعت ما بين أثيوبيا وأرض الصومال، والتي تعطي أثيوبيا الحق بالوصول إلى البحر الأحمر، وحول كل تبعات هذه الاتفاقية. في عام 2023 حدد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد استعادة الوصول إلى منفذ بحري كهدف استراتيجي، وحذر من أن الفشل في ذلك قد يؤدي إلى صراع، ومؤخرا وجد هدفه في أرض الصومال، الأمر الذي آثار غضب مقديشو. وضعت إثيوبيا الحبيسة الوصول إلى منفذ بحري على البحر الأحمر كهدف استراتيجي لها، فأبرمت اتفاقا مع أرض الصومال للحصول على منفذ على خليج عدن تستأجره لمدة 50 عاما، فضلا عن إنشاء قاعدة عسكرية ومرافق تجارية المقابل حصة في الخطوط الجوية الإثيوبية، واعتراف محتمل بأرض الصومال وهي منطقة شبه مستقلة تعتبرها الصومال جزءا من أراضيها، كما أنها غير معترف بها من قبل أي دولة أو منظمة دولية. رفعت الخطوة الإثيوبية منسوب التوتر في القرن الإفريقي غير المستقر بالأساس، وأغضبت مقديشو فطردت السفير الإثيوبي بعد إغلاق القنصلية، واستدعت سفيرها من أديس أبابا، وهددت بمعاقبة الشركات التي تعامل أرض الصومال كدولة مستقلة.
اعتبرت التصرف كذلك عملا عدوانيا ضد سيادة الصومال وتهديدا مباشرا لموارده البحرية يستدعي من الحكومة الدفاع عن حقوقها. لكن الصومال عانى سنوات طويلة من القتال ضد المجموعات المسلحة فاستنفذ موارده وقدراته العسكرية فوقعت مع مصر بروتوكول تعاون عسكري. وبناء على هذا الاتفاق أرسلت مصر معدات ووفودا عسكرية إلى العاصمة الصومالية مغديشو. من جانبها استنكرت الخارجية الإثيوبية نشر قوات مصرية في الصومال ودعت القاهرة للتفاوض، لكن في الوقت نفسه عينت سفيرا لها في أرض الصومال. أبدأ معك أستاذ عبدالله، إذن كما تابعنا مذكرة يعني أرض الصومال فشلت حتى اليوم في الحصول على الاعتراف الدولي ولم تعترف باستقلال هذه الأرض الصومال سوى تايوان، ومع ذلك وقعت هذه الاتفاقية مع أثيوبيا. برأيك كيف سيتم التعامل مع صومالي لاند من قبل المجتمع الدولي، وكيف سيتم التعامل مع البضائع التي تمر على أراضيها؟ بالأساس صومالي لاند دولة أرض واقع أو إدارة أرض واقع بنيت على تحالفات عشائرية بعد سقوط الدولة المركزية في الصومال. فالدولة الصومالية المركزية الدولة الفدرالية تتعامل معها كأرض واقع وتبحث عن طرق لإعادة الحوار وتوحيد البلاد من جديد منذ 2010 ومنذ 2012. ماذا عن المجتمع الدولي؟ والمؤامر المجتمع الدولي فيتعامل معها كجزء من الصومال، يعترف بها كإقليم مع أن الذي خط انفصالي عن الصومال، لكنه كإقليم إلى الآن ما زال تابعا للحكومة الفدرالية الصومالية قانونيا ودبلوماسيا وسياسيا. وأريد أن أصحح نقطة في وردت في تقرير الأخ الصحفي الكريم أن الحكومة الإثيوبية إلى الآن لم تعين سفيرا إلى هرجيزة إلى صومال، لأن عينت قنصلا عاما في هرجيزة. نعم، هو مسؤول برتبة السفير. دعني أنتقل إلى أستاذ عبد الشكور. الاتفاقية هذه نفسها أعطت الحق لإثيوبيا لإنشاء قاعدة عسكرية، والمعروف أن إثيوبيا لديها جيش قوي وأن الصومال منهكة من حروب يعني طويلة الأمد على أراضيها. ما هي المعادلة في حال نشوب صراع، ولماذا إثيوبيا بحاجة لقاعدة عسكرية في هذا الممر؟ أستاذتي الفاضل، أولا حقيقة سعادة اللواء كان أثر مجموعة من المغالطات ومجموعة من التهم ووصف ونعت إثيوبيا بأوصاف حقيقة أعتقد يتمناها يعني. طيب، لكن أنا لي سؤال، ما دور مصر حقيقة لك حق في الجواب. نعم تفضل. السنة الماضية ما دور مصر في القرن الأفريقي، ما دور مصر في خلال 70 سنة الماضية في القرن الأفريقي، وما دور مصر في استقلال جنوب السودان، وما دور مصر في استقلال إريتريا عن أثيوبيا؟ أعتقد من يثير الاضطراب في القارة الأفريقية وخاصة في القارة الأفريقية هي مصر، نكون صريحين إذا كانت أنت تريد أن تكون صريحا سعادة اللواء. أتمنى أن تكون مصر دورة إيجابية وتمارس دورها الإيجابي وتكون علاقاتها بناءة. مصر هي التي لا تريد التفاوض في سد النهضة، لا تريد أن تنتهي موضوع، وإنما تريد أن تملي إرادتها، وهذا ما لا يمكن أن يحدث. فيما يتعلق بسؤالك السادسة الفاضلة، أثيوبيا تحتاج لقاعدة عسكرية في على البحر الأحمر أو في يعني بالذات في أرض الصومال لتحمي حقيقة، ومن حق أثيوبيا أن تكون عندها طموح يعني، وطموحها مشروع وتمارس الطموح هذا بطريقة مشروعة وليس حقيقة بالتألي على الآخرين. ولم تكن مهددة صحيح بين أثيوبيا والسودان في خلاف في الفشقة، لكن لم تتدخل عسكريا، وإنما كان هناك تفاهم ما بين الحكومة السودانية والحكومة الأثيوبية السابقة أن يبقى يعني يستفيد المزارعون الأثيوبيون من منطقة الفشقة. عندما صارت الخلاف في أثيوبيا، الحكومة الأثيوبية هي التي سمحت للجيش السوداني أن ينتشر في الفشقة، هذه هي الحقيقة. لم تتدخل ولم تفرض يعني تفرض الأمر الواقع في الصومال، مع أنها باستطاعت أن تفعل ذلك حفاظا على يعني حتى في حرب 78 عندما انتصرت على الصومال لم تتدخل في الداخل، تتعمق في الداخل الصومالي. نعم، سنعطي الفرصة لحضرة اللواء للإجابة على مجموعة الأسئلة التي طرحتها. خطاب دبلوماسي
فنعطي يعني الفرصة لحضرة اللواء من اللواء محمد عبد الواحد للإجابة على كل الأسئلة اللي طرحتها. يعني حضرة اللواء، العلاقات بين مصر وإثيوبيا أصلا متوترة، ومؤخرا أيضا مصر يعني تساعد الصومال بتوريد السلاح وبالتدريب. هل هناك جواب على ما قاله ضيفنا العزيز؟ طبعا طبعا، علاقات مصر بأديس أبابا علاقات طيبة للغاية. يعني أنا هقول لحضرتك على حاجة، هاتي حضرتك مناهج دراسية وشوف المناهج المصرية والمناهج الإثيوبية. في إثيوبيا في خطاب عدائي شديد تجاه مصر، أنا لا أعلم سببه، ومن الواضح أنه تاريخي. أنا ما زلت أصف إثيوبيا عادة اللواء، لكن ليس صحيحا هذا الكلام. المناهج التربوية لا، ده حقيقة سيدي الفاضل، وأنت صديق غالي عندي، وأنا بحب رأيك المحايد. إثيوبيا بدأت تتخذ، وإثيوبيا ما بينها وما بين الصومال عداء تاريخي لأكثر من 800 عام، من أيام يعني من أيام الحروب الصليبية، عداء تاريخي ونعلم تماما، ثم حروب في الستينات وحرب 78 واشتباكات في 82 وتدخل سافر ودعم بعض المتمردين في شمال الصومال، بعض المتمردين اللي كان لديهم فكر ماركسي من أيام منجستو، احداث توتر في منطقة شمال الصومال اللي هي صومالي لاند حاليا، ثم بعد ذلك دخول الصومال في طيب بعيدا عن التاريخ حضرة لواء، اليوم مصر تورد السلاح الى الصومال وتعيدها بالتدريب، هل هذا يعني ان مصر انتقلت الى مرحلة جديدة من تطوير الصراع مع اثيوبيا؟ يعني راينا المفاوضات عند يعني موضوع سد النهضة، هل انتقلت مصر إلى مرحلة جديدة، إلى طريقة جديدة للتعامل مع موضوع الخلاف مع إثيوبيا؟ بعيدا عن هذا سيدتي الفاضلة، مصر تريد أن تعزز من تواجدها في منطقة القرن الإفريقي حفاظا على مصالحها الاستراتيجية ومصالحها الأمنية وتعزيز نفوسها في هذا القرن الإفريقي، لا سيما وحالة التوتر الشديد، لا سيما وحالة التنافس الدولي والإقليمي على هذا الإقليم بالذات، سبب النزاعات الحدودية ما بين الدول، الصراعات في الدولة الواحدة، ظهور الإرهاب خاصة الإرهاب في الصومال وشباب المجاهدين، ظهور المرتزقة في منطقة القرن الإفريقي وانتشار الجريمة المنظمة، كل هذا مصر بترى أن الفترة القادمة قد تشهد، هذا الإقليم يشهد حالة من عدم الاستقرار في ظل وجود تنافس دولي. التنافس الدولي دائما ما يغذي الصراع، لا يهدئ الأمور، لتحقيق مصالح أطماع جيوسياسية ولتحقيق موارد. اللي عايز أقوله لحضرتك برضو الأخ الفاضل من الصومال، أن من ضمن المشاكل اللي عملتها إثيوبيا في المنطقة هو استغلال وظيفة المية اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها ليها، واعتبرت نفسها أنها برج من أبراج المياه في المنطقة، وأقامت سدود على كل دول الجوار لتوظيف المية ككارت سياسي، أقامت سدود على النيل الأزرق وهو سد النهضة، أقامت سدود على عطبرة، أقامت سدود على قاش على حدودها مع جيبوتي، على جوبا وشبيلي في الصومال، أقامت سدود أم واحد وأم اثنين وأم ثلاثة اللي بينزل في بحيرة تركانو في كينيا. كل هذا الموضوع أليس عداء سيدة الفاضلة؟ هذا أريد أن أعود إلى موضوع التواجد العسكري، يعني أطرح سؤال على أستاذ عبد الله. يعني تحدث حضرة لواء عن تعزيز التواجد العسكري لعدة أسباب وأهداف، العديد من البلدان أيضا نشرت قوات بحرية في هذه المنطقة، منطقة باب المندب، لحماية مصالحها التجارية. ما الذي سيتغير أستاذ عبد الله في توازن القوى الحالي إذا انضمت إثيوبيا إلى تلك البلدان، وكيف ستحمي هي أيضا مصالحها التجارية؟ سيدتي الكريمة، أولا يفترض بك أن توزع الوقت بين ضيوفك بشكل عادل، فأنا لم أكمل فكرتي السابقة والتي قبلها، وأنا أعاني من مقاطعتي كثيرا، آسف جدا. أنا أعتذر، سأعطيك كل الوقت، أعطيت حضرة لواء حق الرد فقط، تفضل. أستاذ الكريم، من أستاذ ضيفك الكريم من أديس أبابا يثير مقالدات كثيرة في هذا الملف. أولا عندنا يعني سؤالك المتعلق بالتوازن في 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 باب المندب لا يخص الصومال ولا يخص الصوماليين. المسألة هي أن إثيوبيا أخذت مبادرة لتعلن أنها ستحترف جزءا من الصومال كدولة مستقلة، يعني تساعد على تفكيك البلاد من ناحية،
من ناحية أخرى الدولة الإثيوبية يعني تزعزع استقرار الصومال بعد أن حقق خطوات كبيرة ضد الإرهاب في جنوب البلاد، وتم رفع الحظر السلاح عن الدولة الصومالية الذي فرض عليها من التسعينيات، وتم إعفاء الديون الأجنبية عن الصومالية. يعني لما رأت الدولة الإثيوبية أن الحكومة الصومالية تأخذ خطوات إلى الأمام وبدأت بإعادة مراجعة الدستور الصومالي الفدرالي لتعزيز المصالح الوطنية، لما أخذت حكومة الصومالية كل هذه الخطوات وأخذت خطوة إضافية للحوار مع الشمال مع صومالي الآن لإعادة الوحدة في جيبوتي نهاية السنة الماضية، أتت إدارة الإثيوبية بهذا الاتفاق الذي بدأ مع مطلع هذا العام ليثير القلاقل في المنطقة. فالمشاقب في هذه المنطقة هو الحكومة الإثيوبية التي بدأت تقريبا 4 حروب داخلية في بلدها، وتساعد على أقاليم انفصالية في الصومال، وتزعزع استقرار إريتريا وجيبوتي التي تعاني من تدخلات إثيوبية. هذا من جهة. من جهة ثانية الحكومة الإثيوبية تتعامل بسوء نية مع كل الخطوات في المنطقة. ضيفك الكريم من أدس أبابا ذكر أن إثيوبيا قادرة على الانقضاض على الصومال، وهذا تهديد يعني وصل إلى لدرجة أنه مرتاح يقولها على الهواء مباشرة، مع أن إثيوبيا تدخلت واجتاحت الصومال سنة 2006 وخرجت وهي مهزومة من مقاومة شعبية سنة 2008، سنتين لم تستطع الدول الإثيوبية بكل عتادها ومساعدة دول كبيرة لها من ورائها بدعم مالي واستخباراتي أن تصمد أمام الشعب الصومالي الذي حتى لم يكن لديه بعد حكومة مستقرة. فالإدارة الإثيوبية هي التي تزرع برود عدم الاستقرار في المنطقة من ستينيات إلى اليوم. أما بالنسبة إلى سؤالك، يعني المسألة الاتفاق بين الصومال ومصر واتفاق بين تركيا ومصر مسائل سيادية تتعلق بهذه الدول، ليس لدى إثيوبيا حق الفرض فيتو على الصومال على من تتعاون أو على من لا تتعاون معه. إثيوبيا الحين تتعامل كأنها وصية على الصومال. مثلا سعادة السفير وزير الخارجية الإثيوبي طلع بيان طويل عريض يهدد الصوماليين ويهدد الحكومة الصومالية بعد اتفاق التعاون العسكري بين الصومال ومصر. هذه ليست دبلوماسية، هذا ليس نمط الحوار بين الدول الجوار. الحكومة الصومالية من أول يوم في هذه السنة إلى الآن تقريبا 9 أشهر قاعدة تطالب عن إثيوبيا بتراجع عن المذكرة التفاهم الباطلة التي وقعتها مع جزء من الصومال تعترف به وتقتضي عمل من الصومال، لتحصل على حوار مباشر لدول الجوار تبحث عن استقرار المنطقة. لكن الحكومة الإثيوبية إلى الآن بعد رابع محاولة تفاوض بين الصومال وإثيوبيا في كينيا وفي جيبوتي وفي تركيا، والمحاولة الجديدة الآن في جيبوتي لم تتم بعد، في كل هذه المحاولات الصومال جاهزة أي تعاون تجاري. نعم. يضمن التجارة الإثيوبية لا تطلع على البحر وتستورد إثيوبيا من العالم أي شيء. هذا الموقف اللي ذكره الرئيس الصومال وعاد تذكيره. واضح أستاذ عبد الله، أعطيناك كل الوقت، ضميري مرتاح الآن، أستطيع الذهاب إلى فاصل والحديث بعد الفاصل عن المواضيع الاقتصادية، مواضيع الطاقة وعرض جيبوتي. حلقة رابط مستمرة، فاصل قصير ونعود. يعتبر نعود لمتابعة حلقة الرابط والحديث عن الاتفاقية التي سمحت لإثيوبيا بالحصول على ممر إلى البحر الأحمر وبناء قاعدة عسكرية ومرافق تجارية. أبدأ معك أستاذ عبد الشكور، الرئيس جيبوتي عرض على إثيوبيا إدارة ميناء في شمال جيبوتي كطريق بديل إلى البحر الأحمر، بأي هدف أتى هذا العرض؟ وهل ترددت إثيوبيا بسبب الكلفة العالية التي تخطت مثلا السنة الماضية 1.5 مليار؟ أعتقد على العرض الجيبوتي يعني كما يعني شرح سعادة وزير الخارجية الجيبوتي في عندما قدم العرض، هو لتخفيف التوتر الموجود في الإقليم. والناحية الثانية أعتقد موقف مشروع جدا عن أن تبحث جيبوتي عن مصلحتها، وأن يعني أيضا تحتفظ بزبون بحجم أثيوبيا. يعني حقيقة الاقتصاد الأثيوبي قادم مقبل على طفرة ربما ستكون أكبر بكثير مما كان حتى الآن، فبالتالي الحفاظ على هذا يعني زبون هذا أعتقد مشروع جدا.
لكن أعتقد الموقع يعني منطقة تاجورا التي عرضت ومقارنة بميناء بربرة أعتقد لا تكون هناك مقارنة. يعني أعتقد الميزة التفضيلية التي يتمتع بها ميناء بربرة ميزة يعني تعطي يعني تجعل لأكبر البواخر العملاقة تستطيع باعتباره عميق جدا وكبير، فبالتالي هذه تعطي الميزة التفضيلية ميناء بربرة، وهو يعني لا يجد له ربما في المنطقة موانئ منافسة حتى على مستوى المنطقة ككل. أثيوبيا كما قلت باعتبار تطلعها وطموحها أن يكون هناك لها دور إقليمي وفي التجارة الدولية يكون لها دور أكبر، ربما ستستفيد من العرض الجيبوتي، مع أنها أيضا لا أعتقد أن تترك استخدام الموانئ الأخرى سواء مقديشو، كسمايو، لامو، عصب ومصوع وبور السودان، كل هذه أعتقد يعني بإمكانها أن تجعل من أثيوبيا يعني منطقة، يعني أعتقد السعودية كان عندها رؤية أن يكون عندها استثمار في منطقة ميناء جيبوتي وتجعل هناك منطقة لوجستية. هناك المنطقة مقبلة على يعني تهافت وتنافس كما أشار سعادة اللواء، لكن أنا أقول هنا أوجه حقيقة النداء يعني أناشد اللواء وأن يكون صوتي لكل المعنيين. نعم. أن يكون هناك تنسيق ما بين أثيوبيا ومصر وكل دول الجوار، بدل أن يكون هناك هذا التكالب، وبدل أن يكون هناك مناكفة، أن يكون هناك تنسيق في المواقف. المنطقة هذه حقيقة فيها مسألة حاجة أن يكون فيها استقرار. صحيح حضرة اللواء، السؤال يعني لديك إذا ذكرت ببداية الحلقة أن فقط يعني تفضل. لحظة أستاذ الفاضل، أنا حقيقة أنا مظلوم ما بين الضيفين في الوقت حقيقة يعني. فأعتقد يعني شعوب هذه المنطقة سائمة الحروب والصراعات، ويجب أن نعطي لهذه الشعوب الفرصة حتى يكون عندها صحيح. الأمن والاستقرار. الأستاذ عبد الله من الصومال يعني اتهمني بأنني يعني أهدد، أنا لست إنسان مهدد، أنا إنسان أدعو إلى السلم وإلى الأمان، وأدعو أن يكون نحن شعوب المنطقة نتعاون ونتكاتف، ورؤية أثيوبيا المعاصرة وليست أثيوبيا الستينات والسبعينات. أثيوبيا اليوم تدعو أن يكون شراكة علاقة، يعني حتى عقيدة الدبلوماسية الأثيوبية قائمة على بناء علاقات مع دول الجوار صفر مشاكل. دعنا نطرح هذه الأسئلة على ضيفينا، وننتقل إلى مقديشو. يعني رأيتك أستاذ عبد الله هيك عم تهز، هل لديك تعليق؟ سيدي الكريم أستاذ عبد الكريم من أدس أبابا، الشراكة والتفاهم الإقليمي لا يتم غصبا عن الآخرين. الشراكة والحوار تأتي بالتفاهم وعبر التعاون المشترك. الحكومة الإثيوبية لها 9 شهور ليس لديها إرادة لتتراجع عن الخطوة القبيحة هذه التي أخذتها في أول مطلع هذا السنة. أما بالنسبة لعرض جيبوتي وموانئ الصومالية، أنا ابن المنطقة، أنا من بربر، أنا لا أتحدث، أنا من الصومالي من الشمال، أنا أتحدث عن مناطق أعرفها. ميناء تاجورا يبعد عن حدود الإثيوبية 100 كيلومتر، ميناء بربرة يبعد عن حدود الإثيوبية 300 كيلومتر وفوق 300 كيلومتر من بربرة إلى وجالة. أنا ابن المنطقة وأعرفها ومررت عليها طولا وعرضا. يعني إثيوبيا إذا تريد ميناء قريبا إليها فميناء تاجورا أقرب إليها، أما ميناء بربرة بعيد عنها. أما الاتفاقية بين صوماليا وإثيوبيا لا تخص أصلا بربرة، تخص منطقة أخرى اسمها زيلع تبعد عن الحدود الإثيوبية 66 كيلومتر، ومنطقة أخرى اسمها لوكهايا تبعد عن حدود الإثيوبية 70 كيلومتر أو 70 إلى 80 كيلومتر إذا حسبنا طرق مختلفة. إثيوبيا إرادتها واتفاقها مع حكومة الإقليم الصومالي هو الحصول على هذه الأراضي التي تربط بين حدود الإثيوبية إلى البحر الأحمر في منطقة يعني حددت ب 200 كيلومتر مربع تخرج من سيادة الصومالي وتنضم أو تأخذها إثيوبيا تحت سيادتها لتبني فيها ميناء وميناء ومطار وقاعدة عسكرية وطرق رابطة بين البحر إلى حدود الإثيوبية. وتكلفة هذا المشروع كلها أقل من تكلفة الاتفاق مع جيبوتي مثلا على ميناء جاهز
وبنية تحتية جاهزة أو اتفاق مع الصومال على مواني جاهزة من بينها ميناء بربر الذي الحين الآن اللي احنا نتحدث عنه. لدي أقل من دقيقتين أستاذ عبد الله، اسمح لي أن أعطي الوقت المتبقي لحضرة اللواء. ذكرت ببداية الحلقة حضرة اللواء أن دول القرن الأفريقي تعاني من مشاكل عديدة، هل نحن أمام سيناريو نزاعات مسلحة قريبة وما هي مخاطرها؟ وهذا سؤال يعني أيضا مهم على الاقتصاد. بالفعل المنطقة منطقة هشة بتعاني من سيولة شديدة، هناك نزعة انفصالية في بعض الدول، هناك حروب ما زالت مستمرة سواء في السودان أو في إثيوبيا، حتى أن القرن الإفريقي بيعتبروا اليمن جزء من القرن الإفريقي باللغة السياسية أو من المنظور السياسي. تداعيات العمليات العسكرية في الحوثي أثرت على البحر الأحمر وعلى حركة التجارة، حالة الاستقطاب الشديدة للمنطقة والتنافس الدولي والإقليمي وحجم القواعد العسكرية في هذه المنطقة أمر مخيف، قد يؤدي إلى مزيد من اضطراب هذا الإقليم في المستقبل. عدم وجود نظام الحوكمة، هناك تشكك حتى في الديمقراطية الموجودة، هناك كان تم تأجيل الانتخابات في إثيوبيا لفترة وتأجيل الانتخابات في الصومال لفترة طويلة، كل هذا بيهدد بمخاطر. هناك جماعات تنظيم الشباب المجاهدين في المنطقة، عندما ندعم إقليم يريد الانفصال أتخيل أن ده ممكن يجر وراء كل الحركات التمرد اللي موجودة في المنطقة التي تريد الانفصال. يعني مجرد التوقيع صومالي لاند على اتفاقية، التوقيع على الاتفاقية ده بيعطيها حق السيادة، وبالتالي تستطيع أن تذهب إلى المنظمات الدولية وتطلب أن تكون لها عضوية في الأمم المتحدة. سيدة الفاضلة، أنا زرت سومالي لاند في 97 والتقيت ببراهيم أجال، وكنت بتحدث معه. انتهى الوقت، أعتذر منك وأتشكرك، كنت معنا من القاهرة اللواء محمد عبد الواحد خبير الأمن القومي والشؤون الأفريقية، أعتذر انتهى الوقت. وأيضا مقديشو عبد الله راجي المحرر العام لمركز هرجريسا للدراسات والبحوث، ومن أثيوبيا عبد الشكور عبد الصمد الكاتب والباحث السياسي. نلتقي في الغد في حلقة جديدة من الرابط، كونوا معنا.